حياكم الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في جولة صحافية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. عن حكاية غرق الدينار في البنك في العراق كتب داوود سمير مقالا في موقع كتابات، جاء فيه: يبدو أن زمن تقاسم الحصص والمناصب لا يزال نافذ المفعول ولم تنتهي صلاحيته، وإن كل ما يقال عن تغيير في استراتيجيات وسبل التفكير لمصلحة خدمة المواطن هو حديث هراء. خطوة الإقالة تبدو محاولة كانت تهدف بها الحكومة إلى التقدم خطوة إلى الأمام لإيجاد حل لمشكلة الدولار التي بدأت تتصاعد، على حين فلا حلول جذرية لحب الأفقي بعد الضغط الأمريكي المتزايد على الحكومة لإيقاف نزيف التهريب. لكن أخطاء الماضي توحي باستمرار الإخفاق المتوالي الذي قد يتصاعد في الأيام المقبلة وينذر بثورة جياع. تعيين السودان محافظا جديدا للبنك المركزي الذي سبق وأن تولى إدارته حين غرقت في عهده كميات من الكتل النقدية العراقية في مياه الأمطار يرسل رسائل تشاؤم إلى العراقيين، وهناك اعتقاد يسود في مخيلتهم أن الدينار العراقي سائر في طريق الغرق وقد يغرق كل من يحاول أن ينتشله. إقالة محافظ البنك المركزي وبعض إدارات المصارف التي كانت تتحكم بسعر وتهريب الدولار من البلد يوحي بالاعتراف ضمناً بوجود فساد مشرعن في سوق العملة يتم التغطية عليه من قبل بعض الأحزاب والشخصيات النافذة في البلد. إن خطوة السوداني بتعيين علي العلاق محافظاً للبنك بديلاً عن محافظه السابق مصطفى غالب أفسد المحاولات وجعل المواطن يستعيد التشاؤم والإحباط، خصوصاً عندما مرت أمام ذاكرته ذكريات حزينة ومؤسفة حدثت فصولها أثناء تولي العلاق مسؤولية المركزي سابقاً للفترة من عام 2014 و2020، حيث تصاعد في عهده الدخان بقضية فساد سخر منها الرأي العام عن تلف أكثر من 7 مليارات دينار عراقي، أي نحو 6 ملايين دولار في ذلك الوقت بسبب غرقها بمياه الأمطار. وتحت عنوان أن تخدم سيدين في وقت واحد كتب عبد اللطيف السعدون: في الماثورات المسيحية لا تستطيع أن تخدم سيدين في وقت واحد لأن ذلك أمر مستحيل، لكننا في العراق استطعنا تحويل ما هو مستحيل إلى ممكن. عشرون عاماً والأحزاب الحاكمة تعمل في خدمة سيدين في وقت واحد إلى درجة أننا قد أدمنا العبودية بحسب تعبير الكاتب طبعاً، وهكذا في كل دورة زمن يحط عندنا على نحو مفاجئ ومن دون إخبار سابق يحط عندنا مبعوثون من هذا السيد أو ذاك، ونحن ممتنون لكليهما بعدما أسسنا لنا ومن أجل سواد عيوننا حكماً ليس له نظير على وجه الأرض، وجلبوا لتطيب خواطرنا كومة من الأفاقين والقراصنة واللصوص ليحكمونا ويتحكموا فينا، وقد تفننوا في ترويضنا على مدى الأعوام العشرين إلى درجة أننا أصبحنا وعلى الرغم من أنوفنا راضين باستغلالهم لنا ولثرواتنا. قد حلت البركة في ربوعنا الأسبوع الحالي بزيارة مبعوث البيت الأبيض بريت ماكورغ لنا ولقاءاته مع كبار مسؤولينا على خلفية أن بلادنا من البقاع المهمة في العالم التي يعدها الأمريكيون جزءاً من مجالهم الاستراتيجي والتي لا يمكنهم التخلي عنها لأي طرف إقليمي أو دولي. وقد جاء ليذكرنا بأن بلاده أنفقت أكثر من 1 تريليون دولار في حربها، كما خسرت آلاف الجنود وتريد أن نبقى تحت نفوذها إلى الأبد. وبحسب ما قاله مطلعون على ما دار وراء الأبواب المغلقة، تحدث المبعوث الأمريكي عن استمرار وجود أكثر من 14,000 عسكري أمريكي في العراق تحت لافتة المشورة والتدريب سنوات وربما لعقود. بشأن المقاومة العراقية في الفلوجة كتب وليد الزبيدي مقالا في الميثاق الوطني، ذكر فيه أن الكاتب الكبير
داود الفرحان نشر مقالا غزيرا بالمعلومات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، تحدث فيه عن تطور غير متوقع من إدارة البيت الأبيض عندما أطلقت تسمية الفلوجة، هذه المدينة العراقية المقاومة، على فرقاطة أمريكية فائقة التطور. ويقول الفرحان في مقاله: مناسبة الحديث عن الفلوجة ما أعلنه وزير البحرية الأمريكية الحالي كارلوس ديل تورو في يوم 13 من ديسمبر كانون الأول في عام 2022 الماضي. أعلن أن الفلوجة هي الاسم الذي اختير لحاملات الطائرات الأمريكية العملاقة التي تتولى بناءها شركة بناء السفن الأمريكية بطراز مستقبلي والمعروفة باسم هنتنغتون إنجلس للصناعات، وبعقد تبلغ قيمته 2,400,000,000 دولار. وبعد مرور هذه السنوات الطويلة لا بد من التوقف عند بعض الحقائق والأحداث التي تندرج ضمن تاريخ المقاومة في العراق. وفي الأول من نيسان أبريل 2004 تمكن المقاومون في الفلوجة من اختطاف 4 من الضباط الكبار الأمريكيين، وتم إعدامهم وتعليق جثثهم على جسر الفلوجة الخشبي الذي يقف شامخا فوق نهر الفرات. وجن جنون البيت الأبيض والمنطقة الخضراء ببغداد، وسيطر الرعب والهلع عليهم جميعاً. سارعت القوات الأمريكية لحشد قواتها لاقتحام الفلوجة، لكن الرجال المقاومين والنساء الساندات تصدوا لأكبر قوة في العالم، وفشلت قواتهم في دخول الفلوجة. إلى الكاتب ساري عرابي الذي قال في مقال بموقع عربي 21: بالتأكيد لا تكفي حادثة نقل الذخائر الأمريكية من إسرائيل لأوكرانيا مؤشرا عن إمكان تخلي الولايات المتحدة عن إسرائيل، وخصوصا أن الأخيرة لا تعاني حاجة ضرورية في اللحظة الراهنة، بيد أن الحادثة هو بقدر ما تعيد الإضاءة على موقع إسرائيل في السياسة الأمريكية وعلى الأزمات الاستراتيجية العسكرية التي تعانيها إسرائيل على نحو مزمن، فإنها أيضا تكشف عن محدودية القدرة الأمريكية في حال زادت الأعباء الأمريكية أو تعارضت التزاماتها تجاه حلفائها، وهذه المسألة تدفع نحو البحث عن إمكانية خلق التناقضات بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية، هذا فضلا عن جوهر القضية الذي لا ينبغي أن يغفل أو يغفل قسوة الحرب الجادة متعددة الجبهات على إسرائيل، فضلا عن الفرص التي قد تتيحها الحرب الروسية الأوكرانية. من اللافت أن هذا الخبر نقل الذخيرة الأمريكية من إسرائيل إلى أوكرانيا لم يحظى بالتغطية الكافية عربياً، ربما لأن التفكير الاستراتيجي ينطمس في هذه اللحظة العربية لصالح تفاهة الترند وثقافة الترفيه في وضع عربي بائس لم تعد فيه إسرائيل أولوية بحثية لصانع القرار والدعاية في العالم العربي، بمعنى أن الغفلة عن خبر كهذا انعكاس لرداءة عربية تفرض نفسها تلقائياً، فضلاً عن إرادة الفرار الواعي من الحقيقة هرباً من استحقاقاتها، ومن ثم الاستمرار في الترويج للأكاذيب عن القوة الإسرائيلية الأبدية والضعف العربي الحتمي إزاءها. نشر موقع ذا انترست تقريراً أعده مرتضى حسين وريان جريل، قال فيه: إن مالك شركة تويتر إيلون ماسك وشركات التكنولوجيا العملاقة أذعنت لمطالب حكومة اليمين المتطرف بالهند، وحجبت فيلما وثائقيا عن مودي، وذلك لتورطه بمجزرة عام 2002 بكوجرات التي أدت إلى قتل أكثر من 1,000 شخص. قد جاء في التقرير أن تويتر ويوتيوب قامتا أو حجبتا فيلما وثائقيا ناقدا لنارندرا مودي بالتنسيق مع الحكومة الهندية. قال الصحفي الهندي رقيب حميد نايك: لقد أرسلت الحكومة الهندية مئات الطلبات لمنصات التواصل الاجتماعي وخاصة يوتيوب وتويتر من أجل حذف المنشورات والمشاركات للروابط عن الفيلم، وبشكل مخجل أذعنت الشركات للمطالب وقامت بحذف عدد من الفيديوهات والمنشورات. وعلق الموقع أن هذا العمل من الرقابة ومحو كل الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية موجهة لزعيم أجنبي يمثل سابقة تثير القلق لتويتر في
في ضوء الإدارة الجديدة. وكان حديث إيلون ماسك بأنه داعم مطلق لحرية التعبير هو شعاره، حيث حاول الترويج له بعدما سيطر على المنصة في العام الماضي. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. نبقى الآن مع وقفة قصيرة والرسوم الكاريكاتيرية. في مشغله الواقعي بمخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة بيت لحم بجنوب الضفة الغربية المحتلة يعمل أكرم الوعرة البالغ من العمر 56 عاما، يعمل على تحويل مخلفات قذائف وأسلحة استخدمها الجيش المحتل ضد أبناء مخيمه إلى أدوات زينة وحلي. وتقوم فلسفة أكرم الوعرة على أن الشعب الفلسطيني قادر على استثمار آلة الدمار المحتلة لإيصال رسالته إلى العالم بأنه يتوق إلى الحرية والسلام والعيش كبقية الشعوب من دون احتلال. نتابع الآن مشاهدينا، نتابع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. قبور دون شواهد وأضرحة بلا أسماء تدل على أصحابها ضمن مشهد يعبر على انتهاك الاحتلال البشع لحرمة الموت بأسلوب انتقام يحمل في ثناياه حقداً دفيناً على شهداء فلسطين الراقدين في مقابر الأرقام. فما هي سياسة العقاب بعد الموت التي يتبعها الاحتلال بحق الشهداء؟ عن مقابر الأرقام. مدافن سرية يحتجز الاحتلال فيها جثامين 256 شهيداً فلسطينيون وعرب، من بينهم 9 أطفال و3 شهيدات، خاصة منفذي العمليات الفدائية إلى حين تسليمهم في صفقات تبادل أو غيرها. والسبب الرئيسي لتسميتها بهذا الاسم هو وضع الاحتلال لافتة حديدية أمام كل قبر يحمل رقماً يرمز للشهيد دون ذكر اسمه، ويعتبر العدو هذه المدافن مناطق عسكرية مغلقة يتطلب الوصول إليها إذناً مسبقاً. وقد أخفى جيش الاحتلال المعلومات المتعلقة بعدد وأماكن تواجد مقابر الأرقام ليرضخ فيما بعد لضغوطات المؤسسة الحقوقية عام 2003 ويصرح بوجود مقبرتين فقط، هما مقبرة عام عاد قرب صفد ومقبرة جسر آدم في غور الأردن.
إلا أن إعلانهم هذا لا يعني صدقهم، فبعد مرور عقد على تصريحهم تبين أن هناك 5 مقابر على الأقل، واحدة منها بمنطقة بئر السبع لم يكن وجودها معلنا. وبحسب تقارير فلسطينية رسمية فإن سلطات الاحتلال تقدم على هذا التصرف المجرد من الإنسانية بهدف تشكيل رادع للفلسطينيين في محاولة لمنعهم من تنفيذ عمليات فدائية، إضافة لاستخدام الجثامين كورقة مساومة في أي صفقات تبادل مستقبلية مع حركات المقاومة. انتقام من الشهداء. الاحتلال القبيح أقلق مرقد شهداء مقابر الأرقام عبر ممارساته غير الإنسانية، فتلك المدافن التي لا تمت للمقابر بصلة تفتقر للحد الأدنى من المواصفات التي تصلح لدفن الأموات، فهي لا تحتوي على قبور مستقلة ولا شواهد واضحة، حتى إن بعضها ربما يكون قد أزيل تماماً بفعل جرافات التربة، حيث أن الأسلوب الذي يتعامل به الاحتلال مع جثامين الشهداء يبدو مهيناً لا يليق بهم، إذ يتم في غالبية الأحيان طمر الشهيد بالرمال والطين دون وضع عازل إسمنتي لحفظ الجثمان، كما يدفن أحياناً أكثر من شهيد في حفرة واحدة، وربما تضم الحفر شهداء من الرجال والنساء، مما يؤدي إلى تداخل عظام الشهداء، الأمر الذي يصعب عملية التعرف على بعض الشهداء عند استخراجهم. الاحتلال الإسرائيلي لم يقف إجرامه عند هذا الحد، بل تمادى في سياساته القذرة ليقوم بسرقة أعضاء جثامين الشهداء المحتجزين لديه، ويتخذ الاحتلال الاحتجاز وسيلة لابتزاز أهالي الشهداء الذين يعيشون في قلق وخوف ولهفة أمل اللقاء الأخير، ويجعل حقهم بوداع أبنائهم أمنية صعبة المنال. مطالب مستمرة لاسترداد الجثامين. أكثر من 100 شهيد. حملة شعبية أطلقها مركز القدس للمساعدة القانونية تحت عنوان الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. تواطؤ كافة الأطر القانونية والسياسية الإسرائيلية في هذا الملف. تبنت قضية الدفاع عن الشهداء المحتجزة جثامينهم، حيث تخوض الحملة معارك قانونية وجماهيرية. في نهاية جولتنا الصحفية في صدى الأقلام، نرى فدائيين تقبلوا تحيتنا.